الرادار رجعنا لكم من جديد، مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في رادارنا لليوم، باش نحكيو على مشاكل صحية نجم تظهر عند برشا ناس ولا يعانيوا منها أغلب الناس. خلينا نشوفوها لأنه ممكن تكون معناتها حرجة نوعا ما، من شنو ردوا بالنا، شنو الحاجات اللي نجموا زادة ناخذوهم احتياطات في الدار باش ما نتقلقوش، اللي هما آلام الظهر. اليوم نحكيو على آلام الظهر، لأنه آلام الظهر مربوطة أساسا بالعبيد المتقدمة في السن، العبيد الكبار في العمر، وإلا لي راهي تنجم زادة تظهر عند الصغار، كنقولوا صغار أو حتى معناتها صغار بالكدي في العمر، وإلا شباب. الإجابة جينا مباشرة من عند الدكتور منابل مدثر مرزوق. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكامل مستمعي ومشاهدي اكسبريس اف ام. مشكور جدا على التدخل معنا. اذا شنو نجم نعرفوا دكتور على الام الظهر اليوم؟ الحاجه اللي خلينا نقولوا اغلب الناس اليوم ما فماش شكون ما يقولكش عندي وجيع في ظهري، بين العرضي اللي ما يخوفش وبين اللي يلزم استدعاء انه نشوفوا طبيب. ألم الظهر كما كنت تحكي تقلق الناس بصفة كبيرة ياسر، العباد تتشكى من ألم الظهر، ولكن لاحظوا أن الاهتمام بالموضوع هذا ماهوش ماخذ مكانته كما يجب، لأن الموضوع هذا ينجم يلمس الفئات العمرية المختلفة كما كنت تحكي الكبار جراء التصرفات، كما مش نحكي مش نفسروا شنو الأسباب متاع ألم الظهر، ولكن حتى الأطفال أيضا، حتى الأطفال أيضا وتلامذة والشباب والمراهقين ينجموا يعيشوا آلام الظهر والإشكالياوين مع العودة المدرسية اللي قاعدين يعيشوا فيها توا في تونس. باش يلزمنا نعطيو نعيروا الموضوع اهتمام خاص، لأنه راهو موجود آلام الظهر عند الطفل وما احناش قاعدين نعطيوه في اهتمام، ما احناش قاعدين نفيقوا به كما يلزم، لأنه في بعض الأحيان يخبي أمراض تلمس العمود الفقري أو تلمس توازن العمود الفقري، ويعني لو دياغنوستيك بريكوس أنا نفيقوا بها في فترة متقدمة ينجم يعاوننا على أحسن، يعني على أول حاجة وجود الحل في أسرع وقت ممكن، وعلى وجود نتيجة طيبة في أسرع وقت ممكن. ولذا موضوع آلام الظهر ينجم يلمس الفئات العمرية الكل، وخاصة نلاحظوا لهنا تنجم تلمس النساء أو الرجال كيف كيف، ولكن لهنا الرجال خاصة اللي يشتغلوا بالقوة الجسدية نتاعهم واللي يقوموا بحركات اللي لعل يهزوا رز معين، لعل يتصرفوا على حكم العبل نتاعهم يهزوا معناتها مواد رزينة شوية على ظهرهم، والحركة هذيك اللي قاعدين يقوموا بها اللي هي حركة غير متناسقة، حركة غير طبيعية، اللي تنجم في حركة في آونة من الآونات ينجم اللي يصير ان فو موفمون، نجم تصير حركه نجم تعمل الام الظهر. هذايا كما نقولوا ابسط شيء ينجم يكون سبب لالام الظهر. ثم اسباب اخرى لالام الظهر اللي هي عدم توازن العمود الفقري، وهذايا الموضوع هذايا موجود برشا عند الناس، والاشكاليه وين انه يصير التفطن ليه في مراحل متقدمه. لاحظوا انه بعض الاطفال عندهم عدم توازن في عمود الفقري نتاعهم، عندهم اضطراب خلقي في العمود الفقري نتاعهم، ما نفيقوش بهم من الاول، نفيقوا بهم كان في اوقات متاخره، كان وقت يكبر صغير معناتها جسمه معناتها يكبر ينمو كما يجب، ولحظه وقتها لاحظوا انه فما اعوجاج، انه فما الام، واعاده معناتها الصغير ولا الشباب وقتها يقول لك راني عندي وجيعه في الظهر، عندي وجيعه في الظهر مانيش فاهم ليش. السبب نتاعها هو انه عدم التفطن لها من الاول، لانه توا كما كنا نحكي، وخاصه انا باش نركز توا في المداخله، يعني انه ألم الظهر الحقيقه موضوع كبير ياسر ويهم الفئات العمريه الكل، ولكن خلينا نركزوا بحكم معناتها اللي قاعدين نعيشوا فيه توا في تونس اللي هو العوده المدرسيه. ان شاء الله ربي يوفق الطلاب الكل ويوفق الاولياء الكل. العوده المدرسيه هذه مهم جدا الاهتمام بألم الظهر عند الطفل. علاش مهم جدا الاهتمام بها؟ لانه مش كيما الكبير اللي نجم يعبر ونجم يفهم انه عنده آلام في الظهر، الطفل من ناحيه اخرى او التلميذ صغير في العمر ينجم يكون عنده آلام الظهر لكن ماهوش فاهم شنو آلام الظهر هذه، فنلقاه مثلا ينجم يكون يعاني من آلام الظهر في المدرسة، ولكن وقت اللي يروح للدار ما يعبرش على آلام الظهر هذه. دونك لهنا مهمة الأولياء، مهمة الآباء والأبناء حتى يتواصلوا
قوة أكثر مع صغيرهم حتى يفهموه، يندرى عدى نهار ولاباس، يندرى المحفظة المدرسية. وطبعا باش نحكيو على المحفظة المدرسية أيضا ينجم يكون عندها سبب في وجود آلام الظهر هذه. دونك لهنا التواصل مع الطفل يخلينا نفهموا لعل فما أشياء كما هذه، لعل فما أشكال في الظهر. دونك لهنا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي انه الطفل وقت اللي يبدا عنده الام الظهر التعبير عن الام الظهر ما يكونش واضح، ولذا لاحظوا مثلا ولهنا مهمه الاولياء في ملاحظه الاشياء هذه، انه لهنا لاحظوا انه الطفل ما عادش عنده القوه كما العاده، ما عادش عنده الاقدام كما العاده انه يتصرف، يولي نوعا ما يبتعد على كل ما هو اشياء فيها مجهود بدني. ان هنا لازمنا نلاحظوا انه الطفل في الحاله هذه لهنا لعل يعاني من آلام الظهر، ينجم يكون حتى الطفل الدماغ نتاعو يعني النفسيه نتاعو تتبدل. لماذا؟ لانه يعاني من آلام الظهر لكن هو في الحقيقه ماهوش فاهم التجربه اللي قاعد يعيش فيها. ودونك لهنا مهم جدا التواصل مع الطفل حتى نفهموا لي سامبتوم هذوما اللي قاعد يعيش فيهم. لهنا اذا ما نعرفوا انه راهو آلام الظهر عند الطفل تقريبا اذا كان ما يكونش الموضوع خلقي، يعني ما يكونش الموضوع منتسب الى اعوجاج في العمود الفقري للظهر، راهو مساله الكرتابه نتاع الصغير، راهو الرزم في الكرتابه نتاع الصغير ينجم يؤدي بصفه تلقائيه الى الام الظهر، ينجم يؤدي حتى الى الانزلاق الغضروفي جراء الوزن الكبير هذاك في المحفظه. ولذا مهم جدا اول شيء هو انه دكتور بالموضوع هذا لهنا المحفظه كي تكون عندها سبب، وبعض الاولياء يمكن يحاولوا يلتجئوا لك المحافظ خلينا نقولوا اللي تسحب معناتها بالعجلات، هل انه هو الحل ولا لو نفس الشيء معناتها بين المحفظه التي تحمل على الظهر ولا المحافظ اللي بالعجلات معناتها ذي زيد ينجم يطرح اشكال ولا لا؟ معناتها النجم تعوض. فهمتك. بالنسبه للموضوع المحفظه اول حاجه مهم جدا، اول حاجه الاهتمام بالموضوع هذا، ان فيق صغير عنده اشكاليه في الظهر. ثاني حاجه المحفظه لازم انقاص كميه الكراسات والكتب اللي يستعملهم الطفل في اليوم هذاك بالذات. دونك لهنا دور الاولياء ودور المدارس والمعلمين زاد من ناحيه اخرى هو انه باش نوفروا حسب قدر الامكانيات اماكن ينجم صغير يحط فيها الكراسات ويحط فيها الادوات المدرسيه نتاعو اللي مش باش يستحقهم في اليوم هذاك، اللي مش يستحقهم في الدار باش يقراهم. دونك هذه النقطه الثانيه. والنقطه الثالثه هو ننصحوا كما كنت تحكي بالمحافظ اللي فيها العجلات حتى يتم سحبها، ما يتمش حملها على الظهر. دونك هذه معناتها وقايه، ووقايه افضل طبعا من انه الطفل يحمل على ظهره، وخاصه لهنا راهو الطفل راهو وقت اللي يحمل على ظهره خاصه ونلاحظوهم في الشوارع كي يبداوا يمشيوا مروحين من المكتب، نلاحظوهم في الشوارع يبداوا ظهورتهم مقوسه، يبدا الحمل المحفظه نتاعهم ماهوش بطريقه متوازنه، ماهوش بطريقه صحيحه، وهذا يصير بطريقه عفويه، يعني الصغير ما نجمش يفهم الطريقه الصحيحه لحمل المحفظه. ولذا حتى تصير عمليه يعني حتى نبعدوا على كل ما هو خطر من الوزن الشديد هذايا للمحفظه، المحفظه التي معناتها لا يتم حملها وانما يتم جرها عن طريق الليغو هذوما تكون اقل خطوره على الاطفال من وقوع الام الظهر. إذا هذه أهم التوصيات، هذه أهم التحذيرات اللي تقدمهم لنا دكتور. إن شاء الله عودة موفقة للصغيرات الكل، ما فيها باسكي أو كدعوة للأولياء باش معناتها يحاولوا يراجعوا مثالش مع أبنائهم المواد اللي تم معناتها وضعها في المحفظة، ما فيها باسكي إن ينقصوا الحاجات اللي ما يستحقوا لهمش. وزادة المعلمين حاولوا تخفوا على التلامذة ذوكم، راهو هذايا وزن زايد على معناتها تظهر متاع الأطفال اللي مازال خلينا نقوله حساس نوعا ما وفي طور النمو. مشكور جدا الدكتور منابل مدثرة مرزوق. الحوار كامل تلقوه على قناة يوتيوب إكسبريس FM. احنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة.